القطاع الزراعي من القطاعات القوية والمرنة والأكثر تحملاً للصدمات، وخصوصاً في مصر بلد الزراعة، واللي بتصدر النهاردة للعالم حوالي 6 ملايين طن حاصلات زراعية. ده بخلاف تغطية احتياجات السوق المحلي من الحاصلات الزراعية بنسبة كبيرة، حاجة تفرح بجد. وقولاً واحداً اللي اتعمل خلال الثمان سنين اللي فاتت لخدمة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ما شفتوش مصر على مدى تاريخها، ولسه المعركة شغالة. شق ترع وتبطنها وتطوير الري واستصلاح الأراضي وإنشاء أسواق ومحطات تصدير وأنشطة تصنيع زراعي، يعني بلد زراعية بتنهض وبتفوق من سبتها وبتحقق الأمن الغذائي لمئة مليون مصري، وبتستوعب 25% من العمالة، وبتساهم ب 15% من الدخل القومي، وبتقول للعالم هي دي مصر القوية. من هنا انطلقت دورة معرض صحار الزراعة الدولي 2022، 170 شركة مصرية وعالمية بتنافس بقوة لتطوير القطاع الزراعي، وبتعرض أحدث تكنولوجيات في العالم في نظم الري والميكنة الزراعية والتسميد والمكافحة للأفات الزراعية، وكلها جدية وإصرار على خدمة القطاع الزراعي المصري وبنوكنا الوطنية البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، أسود جاهزة لمساندة الجدعان والميزانية مفتوحة. اشتغل صح وهتلاقيهم في ظهرك أكيد. وزي ما تعودنا الجدعان بيزور المعارض عشان يقابل الجدعان في مختلف القطاعات في كل صناعة، يمكن نساعد جدع على تغيير مساره ونوجهه للطريق الصحيح. والزراعة بقت صناعة، وعشان كده كنا لازم نبقى موجودين في صحاري 2022. ولأننا في معركة حقيقية للحفاظ على كل نقطة مية واستغلالها أفضل استغلال، كنا لازم نتحرك فوراً على أفضل الشركات المصرية اللي بتقدم أحدث أنظمة الري الذكية في العالم. وطبعاً ده مش هنلاقيه غير في شركة شيرة لأنظمة الري الحديث، واللي أسسها المهندس هاني وديع خبير الري المخضرم. ركزوا معاه. حضرتك قصة نجاح كبيرة جداً في مجال توفير المياه في استحداث أنظمة الري المصري. بحب دايماً إصرارك على أنك تفهم القطاع الزراعي أهمية تطوير الري في مصر، بس أنا الآن إنك تزهق بصراحة. القطاع الزراعي بتاعنا ده فاهم أهمية تطوير الري، أهمية استخدام أحدث تكنولوجيا في الري الحديث؟ هو طبعا في كتير جدا في الصحراء فهموا الموضوع ده من زمان وابتدوا يطوروا من زمان، ولكن للأسف في فترة كبيرة جت يمكن من أواخر التسعينات لغاية أوائل الألفينات، وما بقاش في حد بيعلم أو بيوصل المعلومة للناس اللي داخلة الاستثمار الزراعي جديد. الفترة دي طبعا أتاحت الفرصة لكتير جدا من اللي هم بيجتهدوا بس باجتهادات بدون خبرة كافية، خلت إن السوق مليان من مصانع كتير أو منتجات كتير ما فيهاش الجودة المناسبة اللي تخلي الشبكة الري تطلع كما يعني كما قال الكتاب بالضبط. احنا لما بنعمل شبكة ري بناخد دراسة، فترة دراسة كبيرة جدا قبل ما نتنفذ اي حاجة. انا بستغرب دلوقتي انت ممكن تروح تقف عند واحد يقولك الشبكة ب10,000 جنيه، الشبكة مش عارف ب15، اي رقم وخلاص. طب اتبنى ازاي الرقم ده؟ معرفش. فده دايما اللي احنا بنقوله احنا كشيرة من ساعة ما جينا وابتدينا الشغل ولقينا انه في فعلا فترة كبيرة ما حصلش فيها توصيل للمعلومة بالشكل الكويس او بالشكل اللي كانت بتم فيه في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، خدنا على عاتقنا ان احنا لازم نخش ونقتحم هذا المجال ونبتدي نعلم ونحاول نوصل المعلومة لكل الناس من أول الطالب لغاية المهندس بتاع الموقع لغاية العميل، إزاي إن احنا نوصل الشبكة للستاندر بتاعها. الكلام ده ليه ستاندر عالمي وفي مؤسسات للمياه شبكات المية. انت بتدرس شجرة شجرة بالزبط في المكان احتياجاتها ايه بالظبط كده. والكلام ده ابتديناه في اللاندسكيب، والنهاردة ابتدينا معركة في الصحراء مع المزارع. طبعا مش عايز اقول لحضرتك فعلا في كتير جدا مش بيتبعوا النظام الامثل،
ما ينفعش أنا يبقى عندي شبكة ري وكل يوم عندي عامل ماشي يخبط على النقاطات، عامل ماشي يوصل الوصلات، عامل ماشي مش عارف اللي زهق من الفلاتر فرح شال الشمعة اللي جوه عشان المية تخش برواسبها. احنا بنعمل شبكات ري دلوقتي الناس بتدورها من بيوتها زي ما حضرتك شفت، وده اللي دايما بنقدمه باستمرار بقى بالموبايل دلوقتي هدور شبكة الري. انت من اول فدان تقدر تعمل له شبكة ري حديثة كده، من فدان لغاية 10,000 فدان. والموضوع بقى زي ما بنشتري الموبايلات وبندفع فلوس في الموبايلات، لو انت فكرت اللحظات في مزرعتك ودفعت فلوس في المزرعة ان انا احملها صح من البداية ويبقى عندي نظام تكنولوجي يساعدني على ادارتها، وفي الاخر هتقلل التكلفة بتاعت الطاقة والعمالة وخلافه، وهتلاقي نفسك في الاخر وصلت إلى منظومة مقللة لك التكلفة ومريحك في التشغيل. فإحنا برضو موجودين بنقول إحنا يعني أي حد بيجي لنا، إحنا بنعمل عندنا مكتب تصميمات فيه أكتر من 15 مهندس وعليهم مديرين على أعلى كفاءة. إحنا بنقدم التصميم ده علشان خاطر الناس تبقى عندها حاجة محسوبة صح، مش هتتكلف غير ان حضرتك هتيجي وتقعد معانا وناخد البيانات بتاعتك. ده بفلوس التصميم ده؟ احنا بنقول لا، احنا بنقول انه ده الواجب المجتمعي بتاعنا، ان احنا بنقدم بالذات للمزارع هذه التصميمات مجانا عشان خاطر العميل ياخد حاجة صح. وبعد ما بنطلع التصميم بيطلع كشف كميات، بنسعر بالمسمار مش مجرد بالفدان وخلاص، بس لازم حضرتك تبقى متأكد في حاجات لازم لا غنى عنها انها تركب بجودة عالية، ما ينفعش انها تنازل عنها، دي بنية أساسية تحت الأرض. بالمناسبة المهندس هاني وديع رئيس مجموعة شيرة، وكيل لأشهر شركات معدات الري في العالم زي هانتر الأمريكية وريفولز، وبيتجه النهاردة لتصنيع العديد من مكونات محطات وشبكات الري الذكية محليا. وخلي بال حضراتكم، مجموعة شيرة بتتكون من مجموعة من الشركات أبرزها شيرة للتجارة والمتخصصة في شبكات الري الحديث والبنية التحتية والحدائق الذكية، وشركة سمارت جاردن المتخصصة في زراعة الأسطح وإنارة الحدائق وماكينات قص النجيلة وأساس الحدائق وغيرها، وأجرو إيجيبت المتخصصة في أنظمة التحكم في الري الزراعي وإنتاج الكومبوست. حضرتك النهاردة نفذت في القطاع العقاري من أول العاصمة لغاية العالمين، صح، مروراً بكل المدن الجديدة. ده حقيقي. صح؟ ده حقيقي. في فرق بتنزل. ده حقيقي. أنا في الصحراء هتلحقني؟ في فرق دعم فني؟ إحنا الحمد لله على مستوى الجمهورية بنلبي أي خدمة ما بعد البيع، بتلبي في خلال 24-48 ساعة النداء، يعني عاملين هوت لاين علشان خاطر أي واحد، إحنا فاهمين يعني إيه مزرعة وفاهمين يعني إيه مية ويعني إيه زرع، ما نقدرش نخلي حد واقف، بل بالعكس إحنا عندنا دلوقتي خطة إن إحنا نفتح فروع على مدار الجمهورية كلها، بحيث إن إحنا نبقى موجودين جنب العميل في أي وقت، قطع يبقى غيارك عندنا متوفرة، مراكز الصيانة وقطع الغيار متوفرة، لأن إحنا داخلين في مجالات كتير، مش بس الري، عندنا كمان المكن ابتدينا نخش فيه، عندنا مناشير كهرباء، عندنا الكومبوست، عندنا موضوع بتاع زراعة الأسطح، وده جديد أول مرة أسمع دي بصراحة. ده يعني من الحاجات اللي إحنا متفائلين خيرا فيها في مصر، وحضرتك بالذات لو دخلت في زراعة الأسطح هتغير وجه أسطح مصر. هو ده حقيقي حاصل. تكنولوجيا إيه بقى؟ دي شركة ألماني ما شاء الله، والسيستم بالكامل من ألمانيا، شغال من 40 سنة في ألمانيا، بس احنا قررنا وبرضو كالعادة بنحاول ندخل كل جديد. انا عايز اقول ان احنا ازرع اي حاجة فوق السطح، اي حد عايز يزرع خضار ولا قمح حتى فوق السطح احنا جاهزين. احدث الانظمة المتكاملة للتحكم في الري بصورة ذكية بتقدمها مجموعة شيرة زي ما حضراتكم شايفين، وبتتكون من مرشحات وحساسات تصرف للمياه ومحابس ذكية لتنظيم الضغط ومنع تعرض منظومة الري لأي مشكلة. تعالوا نقابل المهندس محمود فرج مدير الدعم الفني في مجموعة شيرة عشان يشرح آليات تشغيل محطات الري الحديثة. أنا أي حاجة بتبقى تحكم عن بعد وفيها حفاظ على المية وفيها ترشيد لاستهلاك المية بتلاقيني ضعفت، لازم أقف. إحنا قدام نظام ومحطة كاملة بتمنع إهدار المية في القطاع الزراعي أو في القطاع العقاري أيًا كان، عايز شرح كامل ليها وليه لازم هي دي اللي نستخدمها. ليه اشمعنا النظام ده إن احنا نستخدمه؟
رقم واحد ان انا عندي الكواليتي بتاع المية ممكن يختلف معايا. عشان خضرت انفذ شبكة ري بنظام الري الحديث الري بالتمييط او الري بالرش، فانا محتاج اوفر مية الفلترة بتاعتها تقبل تشتغل مع السيستم بتاعي. فنتيجة تغير طبيعة المية اللي انا بستخدمها، فبفضل ان انا اركب دايما محطة فلاتر ميديا لو طبيعة المية بتاعتي من جاية من ترع او جاية من قنوات مكشوفة او فيها طحالب او فيها رواسب، فهنفذ شبكة الفلاتر بتاعتي او محطة الفلاتر بتاعتي اللي هم دول عبارة عن اللي هم فلاتر القنابل دي عشان الناس تفهم. ممكن يكونوا فلترين، ممكن يكونوا اكتر حسب كمية المية بتاعتي من سورس المية اللي جايلي. لو انا عندي مثلا محطة ترومبات بتديني مثلا وليكن 100 متر مكعب ساعة، فانا باجي احسب كل فلتر عندي التصرف بتاعه كم متر مكعب ساعة، فابدأ احدد عدد التنكات اللي استخدمها. هو الفلتر التصرف بتاعه قد ايه؟ الفلتر ال 36 التصرف بتاعه من 35 ل 40 متر مكعب ساعة حسب الكواليتي بتاع المية بتاعتي. تمام. كل ما يكون عندي كواليتي مقبول، كل ما يكون عندي عدد فلاتر اقل وقسط اقل في التكلفة بتاعتي. مدة عملية الغسيل بتاعتي ممكن لا تتعدى دقيقة لدقيقة ونص في عملية الغسيل الواحدة. بعد كده بخش على مرحلة الاوتوماتيك سكرين. اوتوماتيك سكرين يعني فلتر بيغسل برضه عن طريق فرق الضغط او الطيم في حالة الاحتياج لعملية الغسيل. المحطة دي فيها ثلاث محابس، محبس اخضر، محبس ازرق، ومحبس ابيض. ايه لازمتهم بعد كل العمليات دي؟ بعد ما عملت عملية الفلترة انا حطيت محبس اللي هو المحبس الازرق ده، محبس منظم ضغط، بحيث ان كل فلتر من دول بيحتاج مينيمم بريشر عشان خاطر يعمل عملية الغسيل بتاعته بنجاح، عشان خاطر ما يحصلش عندي لو انا عندي دروب في البريشر، فيحصل ان انا ايه ممكن اكون وانا بعمل عملية الغسيل ما بيحصلش عملية التقليب الكاملة للميديا بتاعتي، فما حصلش عملية غسيل بالكامل. في الحالة دي ممكن اهدر كميات مية كبيرة في عملية الغسيل دول للوصول لايه للغسيل الكامل. هل ده مربوط بقى كله ببرنامج زي ما حضرتك ماسك كده تقدر تتحكم عن بعد ومن اي مكان في المزرعه بتاعتك؟ انا عندي 3 ليفل. رقم واحد ان انا ممكن اربط الكلام ده ستاند الون محلي، هو عباره عن لوح المحطه بشغل نفسها يتحكم فيها عامل او يتحكم فيها عامل. تمام. رقم اتنين ممكن اربط الكلام ده على لوحه كنترول. لوحه الكنترول دي هي اللي بتدير المنظومه، او ان انا ممكن ارقب الموضوع شويه ان انا ممكن اربطها على سوفت وير اللي هو سنترالوس، فاقدر اشوف الكلام ده من على تابلت او من على موبايل او من على لابتوب او من جهاز بي سي عن بعد، او ان انا ممكن اربطها عن السكادا سيستم زي ما احنا عاملين مثلا في مشروع زي مدينتي زي سي اف سي، زي في مشاريع كتير جدا. وفي قطاع الزراعي بدا يدير المنظومه دي. ليه؟ لان هو النهارده بدا عايز يدير منظومه كميات الميه بتاعته اللي هو بيستخدمها، لان كميه الميه معناها انها طاقه. كميه طبعا. الميه معناها ان انا ممكن لو وفرت كميه ميه اقدر ازرع بيها مساحه اكبر.